بالسماحة الفكرية والفقهية، والتقت على أرض الطيبة مذاهب أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، وكذلك المذاهب الأربعة الفقهية المعمول بها لدى الأغلبية السائقة في العالم الإسلامي، والذي يبلغ نحو 1.5 مليار من المسلمين. التقت كلها جنبا الى جنب دون تفرقة او خلاف، ولم يكن صدفة ان قام فيها الصرح العلمي الوسطي الاصيل وهو الازهر الشريف جامعا وجامعا حاميا لهذا التراث الاسلامي الاصيل الذي تلقيناه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية اصحابه الصادقين واتباعهم ومن أخذ عنهم من أهل العلم حتى يوم الناس هذا. تلقيناه على بصيرة ويقين توحيدا للنسيج الروحي والاجتماعي لمصر وشعبها بفضل أبنائها من علماء هذا المعهد العليم. وحين قامت بمصر دولة الفاطميين تعتنق مبادئ متطرفة تكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل خلفاءه الراشدين إلا عليا بن أبي طالب كرم الله وجهه، وتسبهم جميعا وتثير الخلاف بين المسلمين وتزرع الشك في نقل الكتاب والسنة، وتضع على جوار كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وجوب الإيمان بإمامهم الذي زعموه نسبته ونزاهته عن الخبر. حين حدث ذلك استعصت مصر على هذه الأفكار المختلفة المتطرفة ورفضتها عن نفسها بمجرد سقوطها للسلطة البالية. أيها السادة العلماء، إن ديننا الحنيف كما تعلمون يقوم على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة والنطق بالشهادتين والوقوف بين يدي ووقوف المسلم بين يدي ربه مع سائر المسلمين، ولا يشق عن القلوب ولا يفرق بين الناس، والمسجد هو عنوان هذه الوحدة الجامعة. إنما يحضر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولهذا أوجب الفقهاء أن تفتح المساجد أبوابها للمؤمنين كافة حتى تصح الصلاة فيها وتنعقد فيها الجماعة. ومن ثم فالأزهر الشريف يحذر من إقامة أي مساجد طائفية بمذهب مخصوص أو فئة بعينها تنعزل عن سائر الأمة وتشق الصف وتهدد الوحدة الروحية والاجتماعية بمصر وشعبها، سواء سميت بالحسينيات وهو ما يكشف عن نزعة طائفية لا يعرفها أهل السنة والجماعة في مصر، أو أي اسم آخر سوى بيت الله والمسجد. وفي الحديث القدسي عن رب العزة: إن بيوتي في أرضي فالمساجد وإن زواري فيها عمارها. وإن الأزهر الشريف ومن ورائه كل المسلمين من أهل السنة والجماعة، إذ يعلن أنه ليس في حالة عداء مع هذه الدولة أو تلك من الدول الإسلامية، إلا أنه يعلن أيضا عن الرفض التام والقاطع لكل المحاولات التي تهدف إلى بناء دور عبادة لا تسمى باسم المسجد أو الجامع، والتي تزرع الطائفية وثقافة كره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإساءة إليهم. تلك الثقافة التي لا تعرفها جماهير المسلمين في بلاد أهل السنة والجماعة وبخاصة في مصر بلد الأزهر الشريف الذي حافظ على عقيدة أهل السنة وحفظها من تحريف الغالين وانتحال المبطلين. كما يعلن الأزهر أن المصريين هم أكثر شعوب الأرض قاطبة حبا واحتراما وإجلالا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ولا يقبلون
احمد فضل